طيب هلا بدنا نحكي عن زنار. ها should we speak English or Arabic? I don't have problem. على فكرة بفضل أحكي بالعربي بهاي المحاضرة. ليه؟ لأنه قد إنه يعني الأودينس العربي الأكثر حشوفه أونلاين. هلا بدنا نحكي عن الزنار اللي هو مش بس الأنطولوجي، بنسميه الانتروبرابيليتي فريم ويرك تبع الحكومة الإلكترونية في فلسطين. هلا الأنطولوجي هي سنتر تاع الفريم ويرك، مش كل شيء هسا نحكي أنطولوجي، بس الأنطولوجي هون بتيجي السنتر تبع الفريم ويرك، ما بنقدرش نشرح الأنطولوجي لحالها. ماشي؟ طيب الريدنج ماتيريال طبعا فخوريا مش بس اللي موجود بالسلايدز، مش بس اللي بحكيه، لا لسه في كمان هذا الكلام ساينتفكلي ببلشت. ها؟ ساينتفكلي ببلشت في مؤتمر، وعلى فكره في ارتكل جديد هلا لما رحت على انطون قاعد هنا بقول لي او تعطيهم مش الارتكل هاي، في ارتكل في فيرجن ثاني برضه بارتكل ثاني عن الموضوع موسعة أكثر وبدقة أكثر. فا أوكي بس بتقدروا تاخذوا هاي أو هذيك فيش مشكلة. هاي الصفحة بتعرفوها؟ مرت عليكم هاي الصفحة؟ هذا هو زنار، الويب سايت تبع زنار اللي فيه كل اللي فيه الأنطولوجي وفيه كل إشي. www.zinnar.pna.ps طبعا مين اللي بنى هذه؟ مش بس الانتولوجي، الجزئية الانتولوجي بجزء انا بديت انا وانطون، بس بشكل عام كل هذول الستاندردز الاشياء اللي بنشرحها اليوم هي نتاج عمل اللجنة الوطنية للتبادل البيني. اللجنة الوطنية يعني الوطنية الفلسطينية للتبادل البيني، الانتروبرابيليتي كوميتي، The National Interoperability Committee. كنا بنعمل اجتماعات كل اسبوع اسبوعين ثلاث. ها بست مكون اللجنه من ست وزارات، وزاره الداخليه، وزاره الاتصالات برعايه وزاره الاتصالات طبعا، وزاره الاقتصاد، وزاره الماليه، سلطه النقد والاحصاء، وقد ينضم منا قريبا ديوان موظفين. ها هذه الأعضاء هم عادة اللي احنا بنمثل تقريبا زي هيئة ستاندرد، يعني هيئة المعايير والمقاييس تاعت الإي جوفرمنت، وكأنه احنا لجنة المعايير والمقاييس نشتغل، وبالآخر نشتغل بدقة زي المقاييس والمعايير. أول إشي وات إز إي جوفرمنت، بعدين بشرح لكم الإنتر أوبرابيليتي فريم ويرك. الإنتر أوبرابيليتي فريم ويرك مكون من هذول الخمسة. ها اول شيء بنحكي شيء الاي جوفرمنت، بعدين نحكي شو الانتروبرابيلتي فريم ورك اللي هو اجزائه هذول الخمسه. تذكر شايف هذا الانتروبرابيلتي فريم ورك هضم الخمسه هون. طيب وات از اي جوفرمنت؟ المثال المشهور الانيميشن اللي انا عامله، شو عمركم شفتوا هذا قبل هيك؟ هلا في عندنا سيت بدها تدخل، لاحظوا في عندنا اكثر من منستري مشبوكات، وعندنا حدا قاعد في البيت، في البيت بده يعمل جواز سفر، بده يجدد رخصه سواقته، بده يعمل شركه، يسجل شركه، بده طلق مرته بده يتجوز. ها هو في البيت بيدخل على النظام هاي وبيسوي عمليته وبياخذ خدمته زي ما بالضبط بروح فيزيكلي على الوزارة. ماشي؟ هلا طبعا اول شيء في سكيورتي، اول شيء في زي هاي الكارد بحطوه، مش شرط بس افترض جدلا، ها بسموه سمارت كارد، بحطه بعدين بكتب اليوزر نيم والباسورد، بحط انت. ها لما احط انت بيجي هذا اثنتيكيشن سيرفر،
السيرفر البورتال يعني بيسأل هل هذا الشخص معروف بالنسبة لنا؟ هذا الواحد من الصين حاول يدخل على البورتال. آه معروف بالنسبة لنا. أوكي إذا معروف بالنسبة لنا هلا صار بالنسبة للبورتال صار معروف أنه هو ها. عرفنا أنه هو. عرفنا أنه هذا إكس من الناس. هلا بعد هيك بنورجيه إيش الست اوف الاود سيرفيسز. اه هلا الست اوف الاود بجوز السيرفيسز اللي انا مسموحت لي مش نفس السيرفيس المسموحه لحدا مثلا ها لوزير او خلينا مش هيك او حتى مثلا انا شو هويتي خضراء بجوز معها وحدة هويه زركة بجوز مع واحد معاه يعني ريزيدنت هون مش سيتيزن يعني معاه بس الباسبور بجوز انا مدير شركة وبالتالي مش بس انا كشخص لي خدمات وانا كشركه لي خدمات كممثل للشركه نفترض انه اختار ايش اختار بده يجدد رخصه سواقته قبل ما نقول كيف يجدد رخصه سواقته هون كيف الواحد يجدد رخصه سواقته في الواقع بروح دائرة السير شوي لا مش اول شيء بدفعش 200 شيكل اول بعت الرخصه القديمه بعت الرخصه القديمه للموظف الموظف شو بيساوي؟ قدم طلب طلع فيها بوقعه بلكي مجدد امبارح طلع فيها مزبوط بدها تجديد بعدين بعمل ابلكيشن لا فيش ابلكيشن لا بطلب منه كله اعطيني هويتك كله اعطيني هويتك او هويتي اللي بدها تتجدد رخصته وبعدين بتطلع عليهم مزبوط اذا هذا الزلمه رخصته مش بجوز مش مزوره معناته مواطن ما صح بعدين بشوفه لابس نظارات او مكتوب عن الرخصه انه بده فحص نظر اه الفيجن تيست هلا انتم بجوز بتعملوش فيجن تيست بس انا بعمل انا مكتوب على رخصتي لازم اعمل اه هلا شو فيجن تيست بكله شو يلا روح على وزاره الصحه اعمل فحص وتعال كمان فحص دم لا لا بس انا طلع عني نقول نجدد رخصه سواقه مش نصدر رخصه سواقه لا تجديد انا رحت اجدد على كل حال على كل حال لا عشان رخصه جديده بس عليها اه عشان رخصه جديده اوكي 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 طيب هلا انا لما جيت اجدد رخصه سواقتي كان لي روح اعمل فحص نظر في بدايه السير ورجع هلا لما عملت فحص النظر ورجعت طلع عليه مزبوط 6 على 6 بالنظاره يعني بعدين شو بقول لي خذ هذا وصل روح ادفع 200 شيكل ولا ابصر قديش في البنك شيكل وشيكل 200 شيكل هذا الشكل روح ادفع هاي الوصل في البنك ويرجع تروح على البنك تدفع بجيب لك وصل ترجع شو بيساوي بيطبع لك رخصه جديده مزبوط هذا هيك بالواقع طيب لو هاتوا هسا هاي الست بدها ايش جدد رخصة سواقتها شو اذا اول اشي شو لازم تصير تطلع وعمل ويب سيرفيس على وزارة المواصلات نسأل اعطونا البيانات تبعتها عشان نتأكد الرخصة بدها تجديد بعدين بنسأل وزارة الداخلية من كلهم عن جد هل هذا الشخص واعطونا صورته واسمه وعنوانه كله بعدين منروح على الأشواي منروح على وزارة الصحة على وزارة الصحة منسأل هل عنده فيجن تيست ساري المفعول ولا لا هي بس كبست من هون لسه ما جددت لا لازم تدفع صحيح بعدين نفترض انه هون في سيرفر بنك او بيمنت سيرفر رقم الوصل ما فيش رقم وصل كلها موافقة تدفع 200 شيكل ولا لا اوكي بعدين رخصة السواقة جاهزة برنت اوت هذيك مشكلة ثانية او روح اسلمها من البريد او منودي لك اياها على الدار بعد اسبوع اذا هاي اللي قبل ماشي هلا في شيء ثاني بدنا نعرفه انه هل الجفرمنت هاي لاحظ لو انا عندي بس البورتال هذا مع وزارة المواصلات منفعش ليه؟ لا هو بصير كله بيعمل سكان ويرفع صورة هويتك بعدين روح على البنك ادفع بعدين تعال بعدين حط
هذول كنا يعني هذيك هذاك الستايل، يعني لما بكون في عنا داتابيس وبس بدنا نعمل ابلكيشن فوقه، هاي نسميها اوتوميشن. التشالنج تاع الاي جوفرمنت وين بيجي؟ لما السيرفرز بدها تحكي مع بعض. اذا السيرفرز بدها تحكي مع بعض بطلت. لا مش بطلت، اوكي هاي سيرفيس بس ما فيش التشالنج تاع الاي جوفرمنت. فهمتوا شو المشكله في الاي جوفرمنت؟ هلا هاي كيف بتحكي هذول ال فبدنا نقول سيرفرز انتر اوبريت امانج ايتش اذر تو اكستشينج داتا مسجز